السلام عليكم. اليوم عندنا الفضاء في الرياضيات المستوى الثاني من التعليم الابتدائي. اليوم عندنا الدرس الرابع، اكتشف واتمرن. وضع كريم 432 قرصا في الاناء، استعمل جدول عد واكتب. جدول العد هو هذا هما الاقراص، عندنا الوحدات والعشرات والمئات. رقم الوحدات هو هذا، اثنان. العشرات هو ثلاثة، هنكتب هنا ثلاثة. المئات هو أربعة، أربعمائة، أربعة. واضح؟ دائما أربعمائة، حنا كنطقو مئة، أربعمائة يعني هو رقم المئات. واثنان وثلاثون، ثلاثون هو رقم العشرات، اثنان هو رقم الوحدات. ثانيا، أملأ كل جدول عد وأكتب كل عدد. هنا عندنا هاد المربعات وخصنا نملأو، وكي غادي نديرو نعرفو بأن فينا هما ديال الوحدات وفينا هما ديال العشرات. هاد بحال اللي كيكونوا مربعات، هادو كيكونوا فيهم مئة، يكونوا فيهم هنا مئة، مئتان، ثلاثمئة، أربعمئة، خمسمئة، ستمئة، سبعمئة. هادو هما ديال المئات، هاد المربعات هادو اللي كتشوفو هنا هما ديال المئات. هادو كيكونوا فيهم عشرة، هادو ديال العشرات، وهاد المربعات ديال الوحدات. غادي نحسبو شحال عندنا من مربع، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. عندنا أربعة يعني الوحدات غنكتبو فيه أربعة. العشرات عندنا هنا هادو كيكون فيهم عشرة، يعني شحال عندنا من عشرة؟ عندنا جوج، يعني غادي نكتبو رقم العشرات. عندنا هنا عشرون، رقم العشرات ما غاديش نكتبو عشرون، غادي نكتبو اثنان. هنا عندنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. عندنا سبعمائة، يعني رقم المئات هو سبعة. واضح؟ ثانية، شحال غادي نكتبو هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. عندنا ستة نتاع الوحدات. العشرات عندنا عشرون، غادي نكتبو اثنان. المئات مئة، مئتان، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ستمائة. ما غاديش نكتبو ستمائة، غادي نكتبو ستة. جيد. هنا عندنا هذا التمرين هذا. ثالثا، أحيط بخط القيمة الوضعية للرقم الذي تحته سطر، وأملأ جدول العد. الخط اللي تحت منه سطر هو هذا، يعني شنو كيمثل؟ حنا نعرفو هاد العدد شنو كيمثل، واش كيمثل الوحدات ولا كيمثل العشرات ولا كيمثل المئات. باش نديرو دائرة، واش على الوحدات، واش على المئات، واش على العشرات. هنا 800، يعني غادي نحيطو هذا، غادي نحيطو المئات. هنا خمسة، هنا خمسة فين عندنا؟ عندنا في الوحدات، يعني غادي نحيطو الخمس هنايا، خمس وحدات. وثلاثة هنايا، ثلاثة غادي نحيطو العشرات. ثلاثة ها هما عندنا ثلاثون، غادي نحيطو العشرات. صافي، بحال هكذا. غادي هنايا درنا دائرة، هنايا هنا درناها على الوحدات، وهنا على العشرات. هادو كيمثلو لنا المئات، ميمكنش نحيطوهم وهما دايرين لنا الخط تحت الوحدات. دائما نركزو الرقم اللي كيكون الأول على اليسار كيكون ديال المئات، والرقم
اللي كيكون حداه ديال العشرات، والرقم هذا ديال الوحدات. كانت عندنا مثلا غير اثناني يعني غادي يكون عندنا غير الوحدات والعشرات، وكان عندنا ثلاثة الأرقام يعني عندنا المئات والوحدات والعشرات. هنايا هاد الجدول هذا ما عندوش علاقة بهذا، هذا قال لك غادي نعمرو الجدول، غادي نديرو هنا نكتبو الوحدات وهنا نكتبو العشرات وهنا نكتبو رقم ديال المئات. هنا عندنا 8، غادي نكتبو 8 وحدات. هنا عندنا في العشرات 80، ما غاديش نكتبو 80، غادي نكتبو فقط 8. والمئات عندنا 800، غادي نكتبو 8. ضروري خصنا نكونوا مركزين على هاد المسائل باش ما نخطئوش، وسيرتو دابا يعني حنا قربنا للامتحانات، يعني خصنا نكونوا هادشي مركزين معاه مزيان. كذلك هنا الوحدات، هنا عندنا 5، رقم الوحدات هو 5، رقم العشرات هو 5. هنا العشرات عندنا 50، ممكنش نكتبو 50، غادي نكتبو 5. المئات عندنا 500، غادي نكتبو 5. هنا الوحدات غادي نديرو 3، العشرات غادي نديرو 3، والمئات غادي نديرو 3. دائما كنديرو الرقم الاول اللي كيكون على الشمال. صفحة 23، الحصة الثالثة. رابعا، اكتب العدد المناسب في كل خانة. من هنا لهنا عندنا 200، يعني كنزيدو 100 زائد 100 تساوي 100. هنا عندنا 200، يعني هنا شحال غادي تكون عندنا؟ 200 زائد 100، شحال غادي تكون عندنا هنا العدد؟ 200 زائد 100 300. اها، 300 زائد 100 من هنا لهنا، 300 زائد 100 400. جيد. هنا عندنا 150 زائد، نديرو بأن دايرين هنا الزائد، 150 زائد 100 شحال غادي تعطينا؟ 250. هنا كنا كنزيدو، هنا كنا كنزيدو بالمئة وبالمئتين، هنا غادي نبقاو نزيدو بالمئة زائد 150، 250، 250 زائد 100، 250 زائد 100 350. جيد. هنا عندنا اقرأ الاعداد واكتبها بالارقام والحروف. 132، ما كاتبينها لنا بالحروف، حنا نكتبوها بالارقام. هنا عندنا 231، 231، 231. هنا 106، هنا 365. هنا غادي نكتبو 365 بالأعداد، 365. ضروري نعلمو وليداتنا اللي ما كانوش عارفين الأعداد من صفر، من 101 حتى 999، يعني كتابة بالحروف وبالأرقام. سادسا، أكتب كل عدد بطرق مختلفة. 805، هنا غادي نديرو هاد 805، يعني غادي نديرو فينا هو الأعداد، فينا هما الوحدات وفينا هما العشرات. 805، هنا غادي نديرو يعني نقدرو نديرو 100 زائد 700 زائد 5، غادي تعطينا 100 زائد 700، غتعطينا 800 زائد 5، يعني هي 805.
وهنا غادي نعمرو الجدول 902 902. هنا غادي نديرو 800 + 100 + 2 هي 902. 536 536. عفوا هنايا لان فكرت لان خصنا نديرو هنايا رقم الوحدات ورقم العشرات، غادي نديرو هنا 800، هنا غادي نديرو 0، وهنا غادي نديرو 5 باش غادي نقدرو نعمرو الجدول ونديرو 8 في المئات وصفر في العشرات وخمسة في الوحدات. 902 كذلك غادي نديرو 900 + هنايا العشرات 0 والوحدات 2. غادي نديرو رقم الوحدات 2، رقم العشرات 0، ورقم المئات 9. مكنش نديرو 900، نديرو 9. هنا عندنا 536، هنا غادي نديرو 500 وفي العشرات غنديرو 30 وفي الوحدات غادي نديرو 6. 536. رقم الوحدات هو 6، رقم العشرات هو 3، ورقم المئات هو 5. هنا أكتب المجاميع 300 + 40 + 1 تساوي 341. اللي ما كيعرفش اللي ما غاديش يعرف يجمعهم يدير العملية، اللي ما كيعرفش يدير 300، اللي ما كيعرفش يدير العملية 300 + 40 + 1، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. 0 + 0 + 1 يساوي 1، 0 + 4 يساوي 4، 3 + لا شيء يساوي 3، يعني 341. 200 + 7 تساوي 207. 500 + 10 510. 700 + 50 + 9 700 + 50 + 9 اللي ما كيعرفش يدير العمليات دائما في ورقة الوسخ. 0 + 0 + 9 تساوي 9، 0 + 5 تساوي 5، 7 + لا شيء تساوي 7. 759. 759. 400 + 10 + 1. مي كنديرو العملية كتجينا الحساب ساهل. 0 + 0 + 1 تساوي 1، 0 + 1 يساوي 1، 4 + لا شيء يساوي 4. 411. 900 + 90 + 9 999. ها هي 900 + 90 + 9. ركزوا على الوحدات والعشرات والمئات. 0 + 0 + 9 يساوي 9، 0 + 9 يساوي 9، 9 + لا شيء تساوي 9. هي 999. 600 + 30 + 8 600 + 30 + 8 0 + 0 + 8 8، 0 + 3 = 3، 6 + لا شيء 6. 638. 638. 100 + 70 + 7 0 + 0 + 7 7، 0 + 7 7، 1 + لا شيء 1. 177.
500 زائد 60 زائد 4. 0 زائد 0 زائد 4 4. 0 زائد 6 6. 5 زائد لا شيء 5. 564. 564. هكذا نكون انتهينا من الدروس الدرس الرابع، تعرف الأعداد من 101 إلى 999، صفحة 22 وصفحة 23 من فضاء الرياضيات المستوى الثاني، وانتظروا الصفحة 24 و25 إن شاء الله الحصة الرابعة والخامسة.